دكتور عبد الرحمن، هي قالت الأستاذة بأنه يفقد اتصاله بالواقع لانعدام الإدراك. لو تحدثنا عن يفقد اتصاله بالواقع، إذن هو لا يدري بأنه مريض في الصوم أو لا يبحث عن مثلا أعراض المرض وتشخيص مناسب له. هلأ إحنا أكثر يعني عارض بنلاقيه عند مرضى الفصام العقلي هو عدم وجود البصيرة، نعم، لأنه مريض. فهذا هو أكثر إشي يعني ممكن حتى بيغلبنا بكيفية التعامل معه. فمثلاً للأسف إنه اللي بيجينا على العيادة بيجينا في مراحل متأخرة، مع إنه لما بنعالج أبكر إحنا نتائج أحسن. فبيروحوا مثلاً للأسف على الدجالين، على المشعوذين، في ناس بيروحوا على الشيوخ، لرجال الدين. ولكن هو في عندي أنا مشكلة بطريقة الأفكار، يعني لما أنا عندي مشكلة بالأفكار هو المريض صدقاً مصدقها. نعم. هلا أنا هون دوري هي تتشابه الأعراض أتصور مع أعراض المس والأمراض الروحانية الأخرى. هلا هم بيدخلوا كلهم ببعض، يعني ممكن يفكر حاله مسحور، ممكن يفكر حاله تماما والله في حدا صايبه بالعين، حدا عامل له مثلا عمل أو أي شيء. نعم. هلا تاني شغلة بنيجي نحكي على طريقة يعني هو بيكون صدقا سامع صوت، فممكن صوت حدا ممكن يكون بصري، ممكن يشوف وممكن يحس، ممكن في ناس بتشم او بتدوق طعم بضل ملازمها. هلا مشكلتهم كمان انه هم عندهم عدم قدره على التعبير عنه، فهم عندهم مشكله في المخزون اللغوي، وخصوصا لما الحاله تكون اشد عندهم مشكله انه ما عندهم دافعيه. وهذا بالتاكيد يؤثر على المنح العملي والمنح الدراسي في حياه المريض. هلا هنا اصلا هنا صلب التشخيص، لانه احنا اوكي هاي الاعراض موجوده، ولكن انا عندي التشخيص بيجي لما يكون عندي مشكله بالفانكشناليتي، فبيبطل يشتغل او اداؤه الوظيفي بقل، ببطل يدرس او دراسته بتقل، ببطل يروح على مثلا يطلع الناس، ببطل تفاعله الاجتماعي، بقل تفاعله الاجتماعي. هلا لما ينضرب عندي الفانكشنينج تبعه انا هون بحكي انه اتصور هذا الشيء يجب ان يكون بالمقام الاول ملاحظ من قبل الاهل، وهذا يدعو الى ضروره تثقيف الاهل طبعا بالتعرف على اعراض الفصام والبحث عن تشخيص مناسب لابنهم. أكيد. هذا يقودني الى سؤال دكتور، هنالك تداخلات ما بين اعراض الفصام واعراض مرضيه اخرى، ثمت أسباب علمية يمكن استثناءها مثلا مثل الإدمان على المخدرات تعطي نفس الهلوسات التي يمكن الشعور بها أثناء الفصام؟ هلأ شوفي الأمراض العضوية في ممكن تعطيني نفس الأعراض، يعني ممكن مثلا عندي ورم موجود في الدماغ، ممكن ورم حتى موجود في المبايض عند النساء، يعني ممكن في أشياء مشاكل في جسمنا. نعم. هي تعطيني نفس الأعراض. بالمقابل أنا عندي المخدرات، بعض المخدرات ممكن يعملوا لي أعراض مشابهة لأعراض الانفصام. فعشان هيك إحنا يعني الطبيب بيستثني أول إشي حكينا الأعراض الأسباب العضوية. نعم. بيستثني المخدرات، بيشوف الحالة، بيشوف تأثيرها على حياة الشخص. صحيح. وبنرجع للفنكشناليتي. فعشان هيك جوجل بيعطيني 1 2 3 بس ما إله روح. صحيح. هنا الفكرة من أنه نيجي على العيادة، لأنه اللي رح يفهم الصورة الأكبر رح يفهم إحنا كيف بنفكر وكيف هذا مأثر حياتنا وشو السبب اللي وصلنا له هو الدكتور. صحيح. جوجل ما رح يعطيني هذا الأوبشن. سبق وقلنا بأنه أعراض الفصام أيضا تتداخل مع بقية الاضطرابات. نعم. والمشاكل النفسية وحتى الأمراض الروحانية إن تم الاعتراف بوجودها. نحن لسنا ضد اللجوء إلى القارئ الشرعي أو المعالج الشرعي، لكن إذا لم يصلح ولم يثبت فعاليته في العلاج نتجه تلقائيا إلى الطبيب النفسي إن أردنا أن يكون هذاك خط العلاج الأول. خلينا نحكي إنه الطبيب النفسي هو خط العلاج الأول، وبعديها بنروح بنستخدم العلاج الروحاني. العلاج الروحاني ممكن يكون بقراءة قرآن، ممكن يكون بصلاة، ممكن يكون للواحد بروح الكنيسة. لماذا دائما تنعتون بأنكم ضد المعالجين الشرعيين ومتحاملين عليهم؟ بالعكس، احنا بنحترم الدين ورجال الدين، ولكن احنا بيهمنا انه المريض يجينا في مراحله المبكرة. عظيم. عشان نعالجه اسرع عشان يستفيد احسن. عظيم. فاحنا بالاخر كلنا مع بعض بدنا نشتغل عشان نساعد. وما هي طرق العلاج دكتور عبد الرحمن؟ هلا بالنسبة لنا في علاج اللي هو العلاج الدوائي اللي هو مضادات الاوهام اللي هو الانتي سايكوتكس، يبقى ملازم له طوال فترة حياته وبنفس الجرعات؟ مش بنفس الجرعات، ولكن
ممكن انه يحتاج انه يستمر عليه لفترات طويله حتى تظل حالته مستقره. عظيم. هلا بالاضافه للعلاج في عندنا العلاج النفسي، وهذا مهم جدا.